السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي راح نتكلم على الاليفيشن. عندي نوعين، اللي هو الاكستيريور والانتيريور. ساعات وانا شغال بحتاج ان انا استعمل ده واستعمل دوت، وممكن اكون انا محتاج ان انا افرق بينهم. طيب ممكن اجي هنا في الفيو واقول له انا عايز اعمل اليفيشن اهوت. تمام، هو اول ما تقرب من الحيطة بياخد نفس الاتجاه، تلاقي اتجاه للحيطة اللي انت هتحط فيها. تمام، احنا عملنا هنا في 4 اكستيريور موجودين. انا عايز اعمل انتريور، فهحط ده مثلا هنا. لازم هو بيتجه ناحية اي حاجة. تمام، فانا اقول له انا عايز واحد ناحيتي. تمام، طيب عايز اميز ده ان ده انتريور، فهعلم عليه وهدخل هنا في الايديت. طيب اقول له انا عايز دوبلكيت، بدل ما هو بيلدينج هخليه انتريور. واقدر اغير الرمز بتاعه، التاج بتاعه، لاي حاجه تانية انا عايزها. ممكن تقول له الافيشن تاج بتاعي، لو في اي اختيارات تانية بتختار زي ما انت عايز. ده بدل ما 3 خلي 2. طيب لو انت دلوقتي عايز، انت دلوقتي لما عملت دوت ظهر عندي اهو، بقى عندي انتريور اليفيشن وعندي بيلدينج اليفيشن. طيب انا عايز استفاد من دوت واخليه بيبص ناحيتين. ممكن نعلم على ده وده، ظهر عندي اليفيشن لدوت واليفيشن لدوت. اليفيشن لدوت تشوف الجزء اللي هو الجنوبي، وهنا هتشوف الجزء الغربي. تمام، كلهم من نفس الاليفيشن، نفس العلامة دي. ممكن تيجي هنا وتخلي واحد ناحية دي مثلا، تبقى عندك 3 زي ما انت شايف، A1 AB AC. تمام، وكل واحدة فيهم تقدر تيجي عليها كده وتلاقي الخطوط اللي بتحدد لك هو شايف من اللي فين. تمام، فتقدر تتحكم فيها، مجرد ان انت تيجي هنا او تيجي هنا تبدأ تشوف الخط بتاعك وتقدر تتحكم فيه. تقدر تقول له مثلا انا عايز اشوف من هنا لهنا، لا انا عايز اشوف مثلا من هنا لهنا، انا عايز اشوف من هنا لهنا. فتقدر تتحكم في كل واحدة فيهم مدى حدود الرؤية بتاعته، وممكن تيجي من الخصائص بتاعتها. يعني تخش كده في الالفيشن دوت تقدر تشوف الفرق كليب اوفست قد ايه وتعدل فيه. يعني ممكن تخليه 1500 مثلا. تمام، او تخليه مثلا 500. ده اهو 500 مثلا، بدأ يخفي الحاجات اللي هي بعد 500. طيب خليه 5000، هيبدأ يظهر لي الشغل كله.